أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ديال رشوان أن مصر تأسف لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة وأنها تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للتهدئة في أسرع وقت ومدها لفترة أخرى. ونفى رشوان صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح مطالبا الجميع في الظروف الدقيقة الحالية الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصريه المختصه عن اي تطور جديد